السلام عليكم. اليوم نرجع إلى ملعب نيلسون مانديلا، حيث أنه فيه بعض المفاجآت اللي سوف تحدث أثناء يعني تدشين هذا الملعب، حيث أنه فيه إمكانية أن يكون فيه ضيوف بارزين مثل زين الدين زيدان وبعض الشخصيات الدولية، وكذلك المؤكد أنه سوف يكون حاضر رئيس نتاع الفيفا سيد انفونتينو، وكذلك رئيس في الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. وفيه بعض المفاجآت سوف تنتظرنا اثناء تدشين تاع الملعب قبل يعني المقابلة الودية لساتي سوف تجرى يوم السبت 7 جانفي في اذن هذا الملعب. أترككم مع آخر صور لهذا الملعب الجميل الرائع، الملعب العالمي، والسلام عليكم.